السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. وأنا عاوتاني جيت ديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد. خوتي بابي صحابي، يوم جديد ونهار جديد. في اليوم 38 يوم، بداية الأسبوع وبداية العد العكسي، حيث أن جميع العمال اتحدوا بيناتهم على أساس انهم ان شاء الله وبحول الله من هنايا للحد ما يبقى حد يدور هنايا. كلشي الالات الثقيله والمعدات كلها غادي تجمع ويتسالى لنا نعم سيدي عليك هذا النفق. النفق اخواني اخواتي هو نفق التحدي بكل امتياز. اولا المده كانت فيه قصيره اللي هي شهرين بوجود الاحجار، ودخلت لي بتحدي شركة الهلاوي ونجحت في التحدي. ثانيا التحدي الثاني وهو تحدي التحدي، بحيث أن هناك جامع جميع الطاقات الواعدة والشباب من عمال ومهندسين وكلهم جمعوا إخواني باش يريقلوا لنا ويتحدوا لنا هذيك الشهرين، وفعلا سيتم التحدي. اجي نوريكم اخواني واحد الحاجه غنقرب ليها، غنقرب حدا ديك السمعه، شو غنقرب حدا ديك السمعه وغنوريكم شي حاجه باش تفهموا واحد الحاجه اللي هي واعره بزاف ولكن غادي تدخلوها لدماغكم من المزيان. نشرحها لكم دابا اكو حابين ندخلهم معنا حتى هما للذكرى. والخويل افينكا، هز عينك للسماء سيدي مولاي، كي داير؟ هذا هو اللي فينا لينا تبارك الله ما شاء الله، شاب من الشباب واللي درنا الفينيسيون ديال هذا كامل. والله يعطيك الصحه، جوج ديال الناس فينا ولينا هذا كامل. هذا الشقه الكبيره هو البلون، وهو كاين عندك هذا وهذا وواحد جوج اخرين. الحسن المعلم الحسن لاباس، بارك الله عليك، هذا ما شفتهمش اول مره تشوفهم. كي جيت لنا كيتكون البلو وكيتقاد هذا البلو، وهذوك سدوهم وقادو فينا وحكوا الشو كيرجع وحكوا نعمة سيدي عليك داكشي وريقلوه هكا كيدير. هنا اللي بغيت نقول لكم خوتي احبابي صحابي، هو الا هزيتو عينيكم الله صافي انايا طابقي، الا هزيتو عينيكم خوتي اللي الصومعة بان لكم ولا ما كتبين لكم، انا حيت مع الشمس ضربه تما ما كتبانش ليا. المهم ردوا البال الا جيتو لهنايا الصومعة فيها واحد الزواقة، هذيك الزواقة سميتها الرباطية اللي هي هادي، شو الزواقة الرباطية فيها هاد النقشة، هاد النقشة هادي شو، وفيها هاد النقشة جوج ديال النقشات كتكون هنايا خوشي في العود كيديروها في القبص، كيزوقوا بها الحدائق ديالهم وكيزوقوا بها. هاهي الزواقة، نفس الزواقة مأخوذة من قرون القرون، الزواقة الرباطية هي اللي داروا لنا هنايا، والزواقة الرباطية هي هذيك راهي بنت لكم ولا ما بنت لكم، هي هاد شو زواقة الرباطية. خوتي احبابي صحابي مرحبا والف مرحبا، ولي الله يخطيكم وبارك الله فيكم. نمشيو لكم من بعد ما وريتكم الزواقة الخيط الخط
راه كيتلف لينا الخيط مع الخط فهمتوني، واخا انا راه ما كنتفرجش التيليفي خيزو، ما عنديش مع التيليفي خيزو. هادو ليكيب ملي تشوفو هداك لورونج و هداك الخضر هداك الصفر عرفوهم الدراري ديال الخط الأبيض، ليكيب ديال هاد ليكيب أخوتي كاينة هي في 2009 2010 خدمنا معاهم في التيرانات ديال طنجة واحد، درنا كارطون خدمو كارطون ديال لي زاتليت ولا بيبليسيتي، كانت الشركة ديال حاش فاهم هي أول شركة مغربية كتدخل لينا التيرانات، داك الإشهار اللي كيدوز من الجناب اللي كيبينو فيه كوكا فانتا كدا، هادي الإشارات من الجناب اتصالات المغرب، داك الإشهار بحال هكا كيتم ديز هادوك الإشارات اللي هادوك أخوتي، كانت أول شركة دوزاتهم هي الشركة ديال جابتهم الشركة ديال حاش فاهم. والطارطون كان لي اول مره كيخدموا المغاربه 2009 مع الشركه ديال حاشفيه، وخدموا وخدمنا ديك الساعات في مراكش، الافتتاح ديال مراكش حتى هو، وخدمنا كذلك هو مثال سميتو لا واحد الاشاريه ديال الفاس ولا واحد الاشاريه الطابلو الكبير ديال المركب الامير، وكاملين حناهم تحيه ليكيب، تحيه ليكيب اللي خدمت معنا الله يستر ليها الامور، الله يستر ليها الامور. هذيك كان الفريق بقيادة السي الدابي اجازي بخير، وكان معنا شي وحدين شي صحراوة، تحية لكم كاملين خودنا وحبابنا، خلينا معكم خبيز دخل فعليكم بارك الله فيكم. إذن الإنارة مازالت في طور التيست، واش الكابلات كيسخنوا، واش كاين شي ديفو، واش شي وحده طفات، واش كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، واش كاين شي انتوما شو يجي شي واحد يصور عاوتاني بقى يقول لكم دوك صحاب النيجاتيف قضيو لنا الضب كضيعوا الضوء. حنا عندنا الاكتفاء الذاتي في المغرب في الكهرباء، وكنصدروها دابا حاليا لافريقيا، وكنصدروها حاليا للانجليز، واللهم لك الحمد ولك الشكر على النور واحد وعلى النور جوج وعلى النور ثلاثة، دير النور واحد ولا النور جوج ولا ثلاثة وقرا مع راسك شوية. هادو ليكيب ديال السباغة، مرحبا مرحبا، شوف كيفيني وجايبين لنا السبيغة ديالتهم وكيقادو المسائل، شوف كنا وصلوا لهنايا هادو لي سبيسياليست ديال بارك الله عليكم بارك الله عليكم، هادو لي سبيسياليست ديال فينيسيون دوك التقيبات وداكشي اللي كيكون مع الهزازات ديال اللي كتهزو من الماكينه. هنا هي عملية ديال الشطر غادية، كاين الشطر شي عطيت شي. مرحبا مروان، مروان هذا من ليكيب ديال بناني تبارك الله ما شاء الله، وهادو مع من ليكيب ديال بوبيزاج، هما بوبيزاج كتشطب من اللي بايك وكتعطي لمروان، مروان تيهز مروان تيدي لينا ال كيهز لينا مروان وكيدي لينا ال شباب مغاربة، شباب مغاربة خارطو بارك الله عليكم بارك الله، شباب مغاربة مخارطو مخارطو شباب مغاربة تبارك الله ما شاء الله. كنقول لكم تعلموا الحرفة، تعلموا هاد لي زونجار كاينين في الصخيرات، تعلموا هاد الحرفة راه هو المستقبل، تعلموا الصيد البحري راه كاين دابا
غادي تكون عندنا 12 مدرسة مهنية كبيرة، المدينة المهنية غيكون فيها الصيد البحري واحد غيركزوا عليها، تكون فيها الفلاحة جوج، غيكون فيها هادشي ديال الطرقات والبناء ثلاثة، غادي يكون فيها الفندقة وهادشي ديال السياحة أربعة، وغيكون فيها أنا جيت واخا جيت سان في بليزيغ ومعاها شي جوني مار. راه انا بعدا بوحدي انا المدرسه، انا جيت قريتكم انايا اللي ما قريت. شوف شوف كتبوا لي اللي ما استفدش من هاد الفيديوهات اللي درنا لكم، يدير لي اللي استفد يدير لي 10، واللي ما استفدش يدير لي 0، باش نشوف شحال من 10 وشحال من 0. ما تنساوش ديروا خوتي الجيم والاشغاليه انطلقات لهاد القنج، وكل حاجه غتشوفها في الوقت ديالها، غير ما تزربوش خوتي حبابي اصحابي. عرفتوا شنو كاين؟ خديتوا فكره، خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك، هو اللي مشيت.